زعيم عربي يقود مهمات صعبة ومستحيلة، وهذا موعد الانفراج للدول العربية. شاهد الأخطر من توقعات ليلى عبد اللطيف. مرحب بحضراتكم معانا في قناة توقعات الأيام وحلقة جديدة من حلقات التوقعات لسيدة الإلهام ليلى عبد اللطيف، والأخطر من التوقعات للدول العربية وأيضا التوقعات العالمية. بفكرك الأول سريعا أنك تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لكل متابعي التوقعات، وياريت لو أنت لسه ما اشتركتش في القناة تشترك دلوقتي وتفعل الجرس علشان توصلك كل فيديوهاتنا أول بأول. تتوقع ليلى عبد اللطيف أن العلاقات القطرية السورية هتفتح أبوابها أمام الزيارات المتبادلة بعد جولة ناجحة، واللي هتصب في مصلحة العلاقات الجديدة بين قطر وسوريا. كمان هتلعب دولة قطر أكبر أدوارها السياسية والأمنية والاقتصادية في المنطقة العربية، وده من خلال البوابة السعودية وصولا حتى الأبواب اللبنانية. هتتصدر الأميرة موزة خلال المرحلة القادمة الواجهة الإعلامية من جديد لحدث ما. كمان تتوقع ليلى عبد اللطيف أن هتكون الإمارات أمام مشاهد اجتماع عربي ودولي، وأرى أن الإمارات هي الدولة التي ستكون الراعية لهذا الاجتماع بسبب حدوث تطورات وأحداث مهمة على الساحة العربية. سوف يصدر عن هذا الاجتماع بالإجماع قرار بتكليف رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد بالقيام بمهمة عربية حساسة ومهمة وعاجلة، ستبدأ من العراق وتصل إلى سوريا وتنتهي إلى ليبيا. هذه المهمة الصعبة للشيخ محمد بن زايد سيكون لها أثر طيب وإيجابي عند معظم شعوب هذه الدول، وأرى أن التوفيق والنجاح سيرافق رئيس دولة الإمارات في هذه المهمة الحساسة، وأراه يتخطى الصعوبات وينجح في الوصول إلى حلول وتفاهمات لاحتواء هذه الأزمة وبشكل مباشر، خصوصا على الصعيد العراقي الإيراني. تتوقع كمان ليلى عبد اللطيف أن قرية قديمة في الإمارات والمعروف أن عمر هذه القرية آلاف السنين، بتقول أرى أن في 2023 أرى هذه القرية تصبح حديث الإعلام الإماراتي والعالم بسبب موجة سياحية لافتة نحو هذه القرية، ومن أكثر بلدان العالم هيجوا يشوفوا هذه القرية بقلب الإمارات. كمان ليلى عبد اللطيف بتقول أن بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك في 2023 هيقوم رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد بمبادرة إنسانية بمناسبة العام الجديد من خلال إصدار عفو عام عن بعض السجناء الشباب الغير محكوم عليهم بجرائم خطيرة، من أجل إعطائهم فرصة تانية لتغيير أساليب حياتهم نحو الأفضل، وبدء مرحلة اجتماعية وعملية جديدة، وشعار هؤلاء سيكون شكرا على هذا الأمل. رعاية الأطفال اليتامى في الإمارات هيكون ليها حصة كبيرة في 2023 والاهتمام والعمل خلال المرحلة القادمة. أرى مبادرة إنسانية من سيدات بارزات في المجتمع الإماراتي بالتعاون مع سيدات من الخليج لإنشاء دار لهؤلاء الأيتام، وهيكون عبارة عن دار متكامل على صعيد كل التجهيزات وأحدث التجهيزات والمواصفات من أجل احتضان هؤلاء الأطفال من الإمارات وأيضا من خارج الإمارات. سيشمل هذا الدار الضخم أقسام متعددة للطبابة ورعاية صحية وتعليم، وأقسام للأصحاب الاحتياجات الخاصة، للأنشطة الرياضية والفكرية تحت إشراف أخصائيين بارزين وأصحاب كفاءات عالية. وبتقول أراهم في دار الأيتام هذا يتعلمون ويتدربون على المجالات المفتوحة مثل الأطباء والمهندسين والطيارين لغاية ما يصيروا شباب وصبايا تفتح لهم أفاق المستقبل نحو غد أفضل وحياة اجتماعية مستقرة وثابتة، وحتكون الإمارات دوما. كمان تتوقع ليلى عبد اللطيف أن وفد صيني رفيع المستوى شافها بيزور الإمارات بسبب تطورات قادمة، وبيفتح الباب أمام الزيارات المتبادلة وعلى أكبر المستويات خلال السنوات القادمة، واللي هتحمل معاها فخر عربي جديد، وده من خلال بروز اسم رائد فضاء بيبهر أنظار العالم ويصبح حديث الإعلام. هتكون الإمارات أمام وفرة وظائف وفرص عمل واسعة وبشكل غير مسبوق مع زيادة الأجور والرواتب وتقليل ساعات العمل، وده بسبب دخول الإمارات إلى عالم الصناعة من أوسع الأبواب. وكمان شايفة أن الأجواء الفنية في الإمارات خلال المراحل القادمة هيكون لها لون خاص وطابع خاص، وشايفة أن هيتم إطلاق برنامج مواهب إماراتي
يفتح الباب أمام كل المواهب الفنية لجميع الناس من كل البلاد والأجناس، وحيحظى هذا البرنامج بنجاح كبير عربي وانتشار واسع قد يفوق برامج المواهب حول العالم العربي والأجنبي. كمان تتوقع ليلى عبد اللطيف إن الإمارات هتضع كل إمكانياتها الإنسانية والاقتصادية وهتكون حاضرة لتساهم على إعادة بناء وإعمار سوريا خلال المراحل القادمة. وبتقول إن سوريا هنسمع إن الشيخ محمد بن زايد مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والشيخ تميم بن حمد هيكونوا في دولة عظمى بسبب حدوث هدف عالمي ومهم، والإعلام هينقل الصورة والخبر. صفحة جديدة من العلاقات ما بين الإمارات ولبنان تبدأ خلال المراحل القادمة، مما يؤدي إلى تسهيل دخول اللبنانيين إلى دولة الإمارات سواء للعمل أو للزيارة. كمان ليلى عبد اللطيف بتتوقع أن الأنظار والإعلام هيتجهان للحدود السودانية الأثيوبية، وشايفة الجيش السوداني بيتحرك عسكريا وأثيوبيا بتستعد وبتتأهب للرد. كمان هتشهد هذه الحدود اشتباكات كبيرة وعنيفة، وهنسمع من خلالها قرارات عسكرية خطيرة هتثير القلق والبلبلة في دول إفريقيا، وده من جراء هذه الحرب السودانية الإثيوبية القادمة والتي ستبدأ باشتباكات على الحدود وتنتهي بسقوط للأسف آلاف الضحايا. كمان في الداخل السوداني فبتقول شايفة في توصل لاتفاق دولي بينهي حكم العسكر ويأتي بحكومة وحكم مدني من جديد، وهتكون مهمة العسكر السوداني هي الدفاع عن الأرض وحماية المؤسسات والشعب وفرض الأمن والأمان. كمان ليلى عبد اللطيف بتتوقع ان رغد صدام حسين شايفها بتعود للواجهه الاعلاميه من جديد، وايضا ممكن الواجهه السياسيه. السيد مقتدى الصدر بيتصدر الواجهه العراقيه والاعلاميه من جديد جراء حدث مهم. امريكا بتستعين في العراق بوجوه عسكريه قديمه كان لها تاثير وقوه فعاله على الارض اثناء فتره حكم الرئيس الراحل صدام حسين، وبتقول للاسف الشديد عمليه اغتيال جديده بتطال شخصيه عراقيه نافذه وبارزه. وهيتصدى العراق خلال المراحل الراهنة لمساحة واسعة من الاهتمام الدولي والعالمي، ويحتل نشرات وعناوين الأخبار العربية بسبب بعض القرارات الجريئة والإجراءات الحاسمة اللي هيتخذها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مما سيجعل الحكومة العراقية تتخلى عن كل الخلافات والانقسامات السياسية القائمة وتتوحد لتكون حكومة إنقاذ شاملة لكل التطورات القادمة أمام العراق والعراقيين بقيادة الرئيس. أيضا العراق سيكون على عتبة التغيير الكبير أمنيا وعسكريا وسياسيا وأيضا اقتصاديا. كمان المهاجرون العراقيون سيعودون إلى أرض العراق، ونفط العراق سيكون للعراقيين وسوف يشكل ثروات العراق الآتية تحت عالم عراقي واحد. متابعين الأعزاء بكده نكون وصلنا معاكم لنهاية حلقة النهاردة من أخطر توقعات سيدة الإلهام ليلى عبد اللطيف والأخطر من توقعاتها لعام 2023. بشكركم جدا على حسن المتابعة، متنسوش تعملوا لايك والاشتراك في القناة. هنستنى تعليقاتكم وآرائكم، ودمتم في حفظ الله ورعايته.